بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما شفنا تلخيص ديال لي شابيتر ديال رواية لا بواطا ميرفي، وشفنا تلخيص ديال لي سين ديال لا بيس ديال أنتيغون، غادي نشوفوا إن شاء الله ريزومي دي شابيتر، يعني تلخيص ديال الفصول ديال لو ديرنيي جور دان كونداني، الرواية الخاصة بالأولى بكالوريا. وغادي نديروا إن شاء الله تلخيص ديال لي شابيتر من واحد حتى لو شابيتر 4. نبدأ على بركة الله. شابيتر 1، لو ناراتور بريزونيي سو رابيل سون باسي اون بران دو ليبرتي مي نا دو سيس ديتر هونتي بار ليدي دو سا كونداناسيون ا مور، يعني الراوي اللي هو في نفس الوقت السجين كيتذكر الماضي ديالو الممزوج بالحرية، ولكن فكرة عقوبة إعدام أو الموت اللي دائما كطاردو باستمرار. سيت بونسي لوبسيد توتالمون اي انفيكت سا في، يعني هاد الفكره كطاردو دائما وكتارق او كتاثر على الحياه ديالو. الي الستري كوم اون فام كي لو سوكو، يعني كتجسد هاد الفكره هادي بحال واحد المراه اللي دائما تهزه. اونت سي غيف اي لو بورسوي او كيل اي، يعني دائما كتأرق الأحلام ديالو وكتطاردو أينما ذهب. هذا لو شابيتر 1. شابيتر 2، دو سا سيلول لو ناراتور سو سوفيان دو سون بروسي اي دو سا كونداناسيون ا مور، يعني من الزنزانة ديالو الراوي كيتذكر المحاكمة وحكم الإعدام. Il relate les circonstances de son procès et sa réaction au verdict fatal. يعني كي يسرد الظروف ديال الحكم ديالو ورد الفعل على الحكم القاتل أو الظالم اللي يعني تحكم عليه به. ونمشيو لو شابيتر 3. Le condamné pense que tout le monde est condamné à mourir un jour ou l'autre. يعني هاد السجين هذا كيعتقد على ان يعني كل شخص محكوم عليه بالاعدام او الموت، سواء يعني اليوم او في يوم اخر. et commence à accepter l'idée de mourir، يعني وبدا كي يعني كيتقبل الفكره ديال الموت. il pense aussi qu'à travers son exécution il sera libéré de sa souffrance quotidienne. يعني وكيعتقد ايضا على ان من خلال الاعدام ديالو غادي يتحرر من المعاناه اليوميه اللي كيعانيها. مشيو لاخر شابيتر في هاد لا فيديو هادي اللي هو لو شابيتر 4. لو ناراتور ديكري دون لي مواندر ديتاي لا بريزون ايدوز دو بيسيتر لور دو سون ترانسفير، يعني الراوي كيوصف بواحد التفصيل دقيق للسجن البشع او المروع ديال بيسيتر اثناء النقل ديالو لهاد السجن. اذا هاد الشيء اللي كاين في هاد لا فيديو هادي. ان شاء الله لا فيديو الماجي غادي نديرو تلخيص ديال لي شابيتر من 5 حتى 8، وهكذا حتى نكملو جميع لي شابيتر اللي كاينين في هاد الروايه هادي. شكرا على المتابعه ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.